طيب النادي المصري كان جد جدا وكان في اتفاقات ما بين مجلس اداره النادي المصري ونادي الزمالك وفجاه نادي الزمالك على السعر مره واحده. لا معلش ولا حاجه آه. لان انا كنت موجود في المو... في الموضوع ده. حتى يعني هم وكلمت مع معاهم سامر بيه ويعني كان الموضوع كان ممكن يبقى في تفاوض وكنا كلنا مجمعين ان احنا آه ننزل لاقصى حاجه عشان نساعد شيكابالا. ش... انما حصل في توقيت ان الناس ما لقيناهاش ما يعني الناس اه يعني يعني في التوقيت اللي احنا جبنا الموافقه من من مجلس الاداره ومستشار آه. اه, لا ما يعني طيب ما الفلوس قال لك عليت لا نزلت نزلت اه نزلت طبعا يعني هي كانت عاليه ونزلت اه طبعا المستشار مرتضى نزلها لاقصى درجه اه مين اللي اختفى آه. بقى في تغيير حصل يعني يعني تغيير في في الراي او كده وهو شيكابالا اصر ان هو خلاص لان مجلس اداره النادي المصري رماها على مجلس اداره نادي لا لا, لا لا انا كنت في الموضوع ده نفسه أنا اه انا وشيكابالا عارف يعني مم. طب ليه ما يتمش تكريم شيكابالا وان هو يقضي الفتره دي في نادي الزمالك و... ان شاء الله من إيه الموسم الجاي بقى ان شاء الله من الموسم الجاي مم. ان شاء الله باذن الله المدير طبعا. الفني الاجنبي بيفرق وجوده في حاجات اللي زي دي معدوش بيفرق معدوش بيفرق معدوش بس, بس يعني في حاجه طبعا في ده قرار مجلس قرار رئيس نادي ويعني في حاجات رموز بالنسبه لنا مم. لازم ليها حق علينا مم. ليها حق علينا وعلى جمهورنا مش كبل لما سافرش تقريبا قاعد في البيت آه ما لا ما اخر اتصال معاه كان يوم آه 31 يناير مم. كان فين اخر اتصال معاه اللي شخص انا اعرفه ان هو في البيت اعتقد ما لا ما عنديش علم بالموضوع طب ده. السنه الجايه مصيره ايه؟ ان شاء الله بس هو لازم يروح يلتزم الثلاث اربع شهور دول ويرجع مم. بالسلامه ان شاء الله. يعني ما ما عندوش حل لازم يروح عشان ما لازم لازم, لازم حتى عشان يعني لياقه المباريات بالنسبه له هتبقى مهمه جدا. يعني لو حبيت تقول له رساله من هنا من اللعيب تقول له ايه؟ بقول له شيكابالا كلنا بنحبه ونقدره وجمهورنا نادي الزمالك بيحبه جدا ومفيش معاه مشكله مع المجلس او مع مستشار مرتضى مع اي حد كلنا عايزين نساعده لازم هو يفهم كده حتى امير مرتضى من اقرب الناس طبعا صاحبه صاحبه حبيبه يعني اه لا. و... يعني لا كل و... الناس و... عايزه تساعده آه. حقيقه يعني اه طيب إيه... كاسونجو كاسونجو اتصاب كان اعاره واتصاب <applause> طب هنعمل ايه طيب؟ هتعملوا ايه؟ <applause> هنعمل طب هتعمل ايه في اللي جاي؟ هو طبعا على قوة النادي السعودي اه, آه، نادي الوحدة إعارة إعارة وهم و... اللي هيعالجوه ومش كسونجو بس اه يعني معظم اللي عندنا نادي الزمالك يمكن آه نص أندية الدوري فيها إعارات ولاعيبة مميزة جدا آه نهاية الموسم هيبقى في تقرير لأن إدارة آه الكرة في نادي الزمالك أمير عامل متعاقدين إحنا مع شركة كبيرة جدا أيوة بتحلل لنا الفرق المنافسه وبتحلل لنا فرقتنا وتحلينا لعبتنا اللي في الأندية في إعارات يعني الدينو الأسامي كلها على أساس إن الموضوع هيبقى أرقام شغل عليه أوي الحمد آه. لله آه. الحمد لله يعني